الوقفه كتجي هي الوقفه الثالثه في اطار كنا درنا واحد الوقفه ديال ازاله اللياقه احتجاجا، ثم درنا واحد الوقفه ديال الكمامه فيها واحد الرمز بان ميزان مختل لان العداله بحال اعتبرنا بانها اختلال في العداله. ودابا كنديروا هذه الوقفه هذه كتجي لان هناك مطالب للمحامون لا بد الاستجابه لها. هناك مسبح حقوق الدفاع مثلا المحاكمه عن بعد اللي هي قالت لنا بانها اصبحت هي الاصل، هذا من جهه. وكاين مطالب اخرى غنستروها مثلا في مراحل اخرى ثاني ان شاء الله. في حال شي مطالب ديالكم ما تنفذهاش شنو الخطوه الجايه ديالكم؟ احنا نناضل، المناضل ما عندوش هدف ديال الربح والخساره، هو يناضل. ولا مكنعرفش بان المسؤولين ما غاديش يستجيبوا لنا، مثلا كتكون استجابات وكتكون حوارات، وحنا ديما عندنا اليقين بان راه غيكون استجابه للمطالب، لان ما كنكونوش لاعبين الربح والخساره، النضال ما فيش ربح وخساره، ولكن الاسماء عندنا هو حريه المواطن ما تمش، لان كنعتبروا بان المحاكمه عن بعد لان في مس المتهم وكذا وهذا. تم تنظيم هذه الوقفه بدعوه من فيدراليه محامين الشباب بالمغرب وايضا جمعيه محامين الشباب بالدار البيضاء، بنظر لما تعرفه مهنه الدفاع من دور ريادي، وبطبيعه الحال من اجل الوقوف ضد مجموعه من التراجعات التي عرفها المجال الحقوقي والمجال التشريعي، ومن اجل اعاده الاعتبار لمهنه المحاماه ودورها الريادي بالمجتمع باعتبارها هي الصرح المانع الذي يحمي الحقوق وحريات المواطنين. نقف في هذه الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع مهنتنا، المهنة النبيلة، المهنة السامية التي تأتي نبلها من عدالة القضايا التي يدافعون عنها. نقف في هذه التظاهرة الاحتجاجية لنعلن بصوت واحد بشعار واحد بأننا ضد الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة.